الحدث الأول هو الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا للإيرانيين أو للجيش الإيراني في الأهواز في جنوب غرب إيران، وهو الهجوم الذي أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 85 شخصا. هذا الهجوم كان خطيرا بكل معنى الكلمة. يعني أولا مش بس خطير لأنه عدد الضحايا ضخم، بل لأنه التوقيت بتاعه أجا في يعني مرحلة حساسة جدا بالنسبة لإيران وبالنسبة لمنطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط كلها. طيب نشرح كيف يعني هذا. أولا جاء هذا الهجوم إهانة للحرس الثوري الإيراني وأصابه في مقتل، لأنه التوقيت فعلا حرج. ليش حرج؟ أولا في الوقت الذي تحقق فيه إيران ومحور المقاومة الذي تنتمي إليه وتقوده أيضا، يعني تحقق إنجازات كبيرة جدا، إنجازات في سوريا، إنجازات في العراق، إنجازات في اليمن. يعني إيران حقيقة يعني حققت تفوقا غير عادي. ففي ظل هذه الإنجازات وفي ظل أنه يعني وقعت إسرائيل في مصيدة نصبها لها السوريون والإيرانيون في قرب اللاذقية، وجعلوا الرئيس بوتين يقرر تغيير الاستراتيجية ويجعل من سوريا منطقة حظر جوي ويصطدم مع الإسرائيليين ويرفض استقبال نتنياهو وليبرمان، في كل هاي بتيجي هذه العملية ولتؤشر إلى أن المرحلة القادمة ربما تركز على زعزعة استقرار إيران من الداخل. هذه مسألة كثير كثير مهمة. الأمر الثاني أنه هاي عملية الهجوم أجت في وقت أمريكا تفرض حصارا شرسا على إيران وتهدد بزعزعة استقرارها الداخلي وتغيير النظام أيضا، ونحن نعرف أن هذا الحصار سيبلغ ذروته في نوفمبر تشرين الثاني القادم عندما يبدأ تطبيق حظر النفط على النفط، حظر النفط الإيراني وعدم تصديره إلى الخارج. ونحن نعرف وأنتم بتعرفوا كمان أنه إيران هددت بأنها ستغلق مضيق هرمز، وإذا لم يصدر نفطها لن تسمح ببرميل واحد من 18 مليون برميل بمر يوميا عبر مضيق هرمز إلى العالم. فالهجوم مهم جدا. طيب كيف بده يكون الرد الإيراني على هذا الهجوم؟ السيد علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية قال سننتقم. الحرس الثوري الإيراني قال سنثأر وسيكون ثأرنا مدمرا. وأخطر من ذلك أن وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية نشرت على موقعها يعني شريط فيديو يعني يظهر صواريخ إيرانية موجهة على ثلاث مدن، على الرياض وعلى أبوظبي وعلى تل أبيب. هذا يعني بأن الرد إذا كان هناك رد سيستهدف هذه العواصم الثلاث. كمان احتمال آخر هو أن يأتي الرد الإيراني على في يعني في الحديدة، هناك قوات إماراتية في الحديدة، هناك أيضا قوات سعودية في الحد الجنوبي، وهناك الحوثيون وصواريخهم. لكن كمان هناك احتمال آخر، يعني أن يأتي الرد مباشرا، يعني يطلقوا صواريخ ربما على أبوظبي، ربما على الرياض، ربما على يعني تل أبيب. نحن لا نعرف بالضبط، لكن في هناك توعد حقيقي بالانتقام. كمان ليش نستبعد مثلا انه ربما مهاجمه السفارات الاماراتيه والسعوديه والاسرائيليه ايضا في الخارج؟ يعني لا نعرف يعني، بس تهديد خطير. هناك ايضا من يتحدث عن تفعيل خلايا ايرانيه او تابعه لحزب الله والاذرع الايرانيه في منطقة الخليج، ونحن نعرف أن هناك أقليات وهناك يعني تغلغل وهناك خلايا نائمة. يعني لا نعرف بالضبط، لكن اللي بيصير خطير جدا بكل معنى الكلمة. الرد ممكن ما يكونش بكرة، لكن ربما يكون بعد، وربما لا يكون هناك رد، لا نعرف بالضبط. يعني الإيرانيون هم الذين سيقرروا في هذه المسألة. أمران مهمان جدا يعني يلفت الأنظار في هذا.
هذا الإطار. الأمر الأول، في تغريدة للدكتور عبد الخالق عبد الله اللي يوصف بأنه المستشار السياسي الأول للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي. الدكتور عبد الله كتب تغريدة يقول فيها بأنه الهجوم على عرض عسكري ليس هجوما إرهابيا، أي أنه مشروع، وتنبأ بهجمات أخرى قادمة كثيرة. كمان نرجع شوي لورا، الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، وفي مقابلة مع محطة الام بي سي والعربية والزميل داود الشريان، قال بالحرف الواحد: نحن لن ننتظر حتى تأتينا الحرب الإيرانية إلى بلادنا، يعني لن نسمح لإيران بتصدير الحرب إلينا، سننقل الحرب إلى إيران. وتحدث عن هناك أقليات عرقية، أقليات طائفية في إيران ممكن تفعيلها. هذه الأقليات وين؟ يعني نحن نعرف الفرس بشكل 51% من الشعب الإيراني اللي مجموعه 70 مليون، لكن هناك أقليات عربية في منطقة الأهواز في الجنوب، وهناك أيضا سنة بلوش في الجنوب الشرقي، هناك أيضا الأذريين في الشمال الغربي، وهناك الأكراد بشكل 24% من مجموع الشعب الإيراني في الشمال الغربي، يعني وهناك يعني أقليات تركمانية أيضا. فهل هناك خطة سعودية خليجية لتفعيل هذه الأقليات مثلا، لتفعيل السنة، على اعتبار أن السعودية تتبنى اللي هو الطائفة السنية أو الطوائف السنية وتستخدمها في مواجهة إيران الشيعية؟ لا نعرف، لكن الأمر خطير بكل معنى الكلمة. يعني إذا هذا الحرب انفجرت، حرب ستكون حرب بالإصالة وليس حربا بالوكالة، يعني حصير مباشرة. طيب كيف بدها تكون المنطقة؟ الله يستر.